إذا متابعينا الكرام، تبهديلة عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبعد دقائق قليلة فقط من نشر وزارة الخارجية الجزائرية لذلك البيان المضحك لكي اعترفوا فيه بأن السلطات في النيجر لا تقوم بالإجابة على الاتصالات ديال حاضرات الجزائر، ويعترفون بفشل ما تسمى بوساطة عبد المجيد حشكون في النيجر. الآن هناك أنباء متابعينا الكرام تقول على أن السلطات في النيجر تتجه إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع حاضرات الجزائر، ليس فقط بسبب هذا البيان المضحك الذي نشر قبل دقائق قليلة فقط، وإنما بسبب العديد والعديد من التجاوزات ديال نظام حاضرات الجزائر اللي سبحان الله ما مقبولش عند أي طرف. شفنا الطرف ديال الرئيس المعزول ووزارة الخارجية السابقة والإكواس يعلنون رسميا بالصوت والصورة على أنهم ما غاديش يقبلوا التدخل ديال حضيرات الجزائر، والآن المجلس العسكري اللي هو حاكم في النيجر يتجه إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع حضيرات الجزائر، وذلك يعود لعدة أسباب. أولها تسريب المكالمة الهاتفية اللي كانت ما بين عبد المجيد حشكون الرئيس الدمية ديال حضيرات الجزائر وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. خلال هذه المكالمة قام عبد المجيد حشكون بالإساءة والتطاول على المجلس العسكري الحالي اللي كان في النيجر، وتسريب هذه المكالمة وصل للمجلس العسكري. ثم كذلك متابعينا الكرام عندنا هذه البيانات الكاذبة اللي كانت تصدرها وزارة الخارجية الجزائرية وكانت كتكذبها أو يكذبها المجلس العسكري بشكل رسمي. كان تذكروا خلال الأيام القليلة الماضية أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيان تقول فيه على أن الأطراف في النيجر قبلوا الوساطة ديال حضارات الجزائر، ما كملتش 24 ساعة وخرج بيان ديال النيجر كيقول على أنه ما كاين حتى شي قبول ديال أي وساطة بأي شكل من الأشكال. والآن متابعينا الكرام آخر الأخبار آخر الأنباء تقول على أن السلطات في النيجر يتجهون لقطع العلاقات الدبلوماسية مع حضيرات الجزائر. يلا كل الترفيق ترفيقة عالمية وتبهديلة عالمية لعبد المجيد حشكون والدبلوماسية الجزائرية وحضيرات الجزائر ونظام حضيرات الجزائر. لهذا المكلخين منذ أسابيع ومنذ أيام هما كيتكلموا على وساطة ما وساطة غادي يديروا وساطة في النيجر، هانتم الآن كليتوا بهدلة تاريخية على كل المستويات، فضيحة على كل المستويات. متابعينا الكرام سوف أوفيكم بآخر المستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.